السلام عليكم، اليوم جايبكم مقطع جديد. اليوم جايبكم مقطع ماينكرو جديد. اليوم راح يكون لعبة الآبة مع أبادي. يعطيكم العافية على الدعم اللي قاعد تسوونه في هذه السلسلة. اللي ما اشترك يشترك، فعل زر التنبيهات، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر انستغرام سناب اي شيء في الديسكربشن. يعطيكم العافية، خليكم مع المقطع. الحين رجعنا لكم مع أبادي في لعبة الآبة. حاليا وسهلا. هلا هلا. شوف والله اني خايف منك صراحة، يعني ما ادري خايف، يمكن عشان انا من زمان العب ماينكرافت وانا ابدا لعبة الكامل تعتمد على الحظ، وين تلاقي دايموند وين ما ادري وش. بس في شيء اسمه خبرة. ما في خبرة عندي لا تخاف. وفي شيء اسمه في شيء اسمه توتم. هذه يعني هذه الاحتياط، عرفت؟ عشان لا موت فجأة سمح الله بيطلع لموارد الارض من التوتم ذا، ما ادري وش دخل، بس يعني خبرة. انا دخل جاهز تروح النذر ولا لا؟ بسرعة. انا قلت كني قلت النذل، وش النذل دي؟ سل عليك سل، خايف الله خايف. لا ما عليك النذر، شوف اذا احتجته رحت، اذا ما احتجته ضايل عندك هنا ما يجيب لك. شوف يعني لا تفوز علي يا اخي، انت احس تقديرني بتروح النذر، احس في احساس. انا ما ادري، انا ما اعرف كيف اسوي البوابه. حركتها ذيك اللي تسوي بوابه ببكت لاب وبكت، ما اعرف والله ما اعرف. واهم شيء احس تقدر فيني صدقني. والله شوف قدره يعني ايزي، يعني توفر. قايل لكم معك توتم، ما تبغاني اغدر. والله العظيم تحب الحياه ها، توتم نبل فيه يعني. في طالع فيك التوتم يقول هالدرجه تحب الحياه. عليك عليك. المهم انزل جاهز ونقول بسم الله. انا التايمر عندي، يلا ابدا التايمر. جاهز؟ يلا جاهزين. 1 2 3 بدا التامر. الو اوكي. لا 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 ما تجي يقطعهم بالغدرة. اخذ كله يا عيال. هذا اللي قالك البنك مو بنافعني ابدا هذا الشيء. اوكي اوكي، منافسة هنا الموضوع، منافسة. شوف شوف الكيف هذا صغير، اظن يدينا نحفر تحت اكثر. احفر احفر الله يسعدك احفر، يعني احفر. وانت انت بس احفر وانا بديك. كيف علمني ها؟ لا تذكر نفس الشيء. اذا لقيت كيف علمني عاد يعني. لا او دقيقه بطفي المنوال. بصبر اصبر نسيت اطفي المنوال. الكوبر كوبر ينحسب صح؟ الكوبر ينحسب. ايه تدري انه مع وانتد ما جمعت له واحد. ما جمعت له واحد. يب والله شوف لقيت يعني بس كذا. انا بعض الشباب ترى اعتمدوا على الكوبر كثير، لانه اظن هون علينا التوتين، فما ادري ما ادري هي مخاطره صراحه. اصلا ودي الاقي كيف اصلا الحين، مو بلاقي كيف. خل زرف الايرون ينفعك الحين. حتى الايرون المشكله جمعت يعني اول واحده فجاه اختفت من عندي، يعني التوتم قاعد يزرف اللويش ما ادري. لا لا. اوكي ما شفت ما شفت. لقيت وش لقيت؟ اوه ماي جاد ما شفت. انا على لقيت انت شيء. انا كنت لقيت، انا على بالك تقصد نفسك. ايوه كيف لقيت كيف؟ اميثست. ها اميثست مصاب والله. هذا زي دايما تدري. يا رب يا رب فيكون في اميثست فول كامل. يا رب اميثست فول كامل تكفون. فول كامل؟ لا ما فيها كثير يا رب. انا ما في. هذه واحد بس، وحده ثنتين. Let's go 20 بوينت صح ولا اني غلطان؟ ما ادري. المشكله عد نفس الغلط اللي عدته المره الماضيه. الو الو الشنطه الشنطه. ما نظرت البوينت. اوه ماي جاد والله قاعد اجمع فحم عيال، احس اني قاعد اضيع وقت. حلو الفحم، حلو جمع. ايه جمع. حلو الفحم. يفوز بحبتين مثلثوس. تصير يا شباب. والله الكوبر احس اني بالغ كثير. ان شاء الله انه يفوزني عاد ان شاء الله. شوف يعني والله ما صراحه الايرون باثنين والكوبر باثنين. هو انا على ما اظن يعني على ما اذكر زي ما انا قلت لك انا سويت غلط وما انتبهت صراحه على البوينت. والله المفروض نشوف البوينت قبل يعني. جمع شوف انا اذكر شوف اقول لك اذكرهم. الجول الثلاثه، الكول واحد، الجولد عفوا قلت الجولد، الايرون اثنين، الكوبر اثنين، وات الستون يا واحد يا اثنين ناسي.
هلا والله بالكبر. هل والله ما ادري وين اروح يا عيال والله جد. شوفوا انا بنزل الدايموند 10 اذكر ايش اللي اذكرهم اللي ها عليهم الكلام الدايموند والامثيست وعندك النذر رايت. والله اني لمح الدايموند. لا والله مو بدايموند زومبي الله يقطع. زومبي لو قال كوبر شيء اوكي بس زومبي لمحت الازرق كذا عرفت. ايه والله يا تركت ما شافت لاني بضيع وقتي متفرع وا وا وا. اوكي 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 لقيت شيء هنا طيب. حلو 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 لقيت كيف هلو. يا رب يا كريم انا احس الكوبر هو اللي بيفوزني تبي الصدق يعني. شوف كوبر لقيت كثير انت امس الثابت هذا امس الحس انا احس الامثيست بيفوزني والله. هذا ثاني مكان امثيست ثاني مكان امثيست ليش ما لقيت انا ليش ما لقيت يا رب يكون في. شوف انا خليت لك شوف انا خليت لك مكان امثيست اوكي وما كسرته كامل. لو جيت الحين وكبر الامثيست ترى قشه كذا على البارد المستريح والله. شوف يعني ما اتوقع اني بلقاه اني رحت جهه ثانيه والله رحت جهه ثانيه مره بعيده. امثيست شو اخباركم كم حد فينا؟ ما في ولا وحده كله الا في وحده في وحده في وحده في وحده في يا رب يا كريم يا رب انك تعينه يا رب انك تعينه. ثلاث حبات جميل جميل شكرا. الان الفوز اليوم بالامثيست يا جماعه فوز الله يستر والله الله يستر. والله اول مره شيخ الاقي زي كذا يا جماعه امثيست مجموعه امثيست. اوكي حلو 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 بس لقيت دايموند مين يسهر انا؟ ايوه لا لقيت شيء يشبه الدايموند عادي. لا كوبر والله شوفهم بعيد كل دايموند. طيب هنا والله انك تخوف انت. انا ايه انا بسم الله عليك. لا ما خوف هذا يقول انا مسكين انا مسكين هو لاقي كل الدنيا مسكين. يا شيخ سكين تعرف اللي يقولك سكين دايموند ما لقيت دايموند ما لقيت. تخيل دايموند تخيل ما لقيت ايميرالد. انا مش اللي ما لقيت دايموند عادي. طيب على اساس لقيت انا كم ريد ستون تقول لي؟ ريد ستون والله ناسي صراحة يعني لو اني بتذكر لمتك اظن. شوف هو مستحيل اكثر من ثلاثة يا اثنين يا واحد. اوكي يا سكريتن مو بوقتك والله مو بوقتك. انا ذولي راسل لك اياهم ذولي يخربون عليك والله. اغث شيء سكريتن راسل لي مويه. حلو 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 اي والله كيف الوضع عندك؟ انا غلط والله وقتها غلط. خليني اغير جهه بس اعطني دي. والله قاعد الاقي لابس كثير يا عيال. يا رب ان اللابس له نقاط كويسه. شوفوا انا بنزل زياده وما لقيت شيء غيرت مكاني رجعت للمكان اللي قبل شوي. ان انا ابغى اروح على سالب 30 سالب 50 القى دايموند يا عيال. والله يا قال امثيست خفت اقسم بالله خفت. شوف هم أمثل ثلاث حبات يعني دول 30 نقطه بس 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 بس, بس. يا عمي انا الكول كل اللي معي ما يجي 30. يا ويلي على الكيف يا ويلي. طيب دايموند بالغلط والله مو بضاركم شيء قسم بالله. الولد اللي قام اثيست والله ودي اني اساعدك تسلم ودي اني اساعدك اعطيك اهديات الكيف حقي اعطيك اياها تجي. والله صعبة رحت انا من جهة ثانية مرة لانه يعني شوف انا ما ابي كمل. شوف فجر ريد ستون حبة ريد ستون حسدني عليها كريبر استفجرها والله عيت تجيني والله. هذا انا اللي راح انت والله ما من شفت في يدك توتم وانا غاسل ايدي اصلا خلاص. لا هي جد تحتم ترى ولا شيء ما تسوي شيء بس اي مره تحميني اني اموت بس ما تساعدني ترى دور الموارد ابدا. شوف انا ما اصدق صراحه لقيت شيء هنا وين وش المنطقه هي. شوف منطقه كبر بليس ولا فيها الله يحفظك حظك رهيب هلو ما شاء الله. لقيت هنا شيء شوف انا والله بسوي تشعب والله بسوي تشعب واحد. يا رب القى دايموند يا رب ويلي هل 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 والله
والله يشوف يعني يمديك تصير ريمونتادا قوية. أنا هذا الخاف منه، أنا خاف منه، أنا خاف من هذا الشيء جدا خاف. يعني أحس ما أجمع موارد وكذا وكذا. لقيت منطقة كبيرة تدريش فيها لابس ريدستون بس دور دور تلاقي دايما صدقني. انزل انزل وايد دايما والله يشوف يعني 50-45 ذولي 53 هذا وايد دايما. شف بامشي من هنا. طيب خلينا نجرب. يعني مشيت مين في مخفي. او مشيت قدام ورا. اتوقع اني بلقى دايما هنا ان شاء الله. يعني ايش كم الواي حقك؟ بس الواي مو بنازل مرة. 25 والله احسن اني قاعد اضيع وقت. ضيع وقت. خلو خلينا نجمع موارد بعدين ارجع. كثر الموبز هنا. طيب انا الكيف حقي فجأة صار فاضي. ما في الا ريدستون. انت ربك. ما سحب عليه بتني ما قدر اقطع. ايش ذا النزلة؟ والله نزلة غريبة. الو. كم الواي؟ 22. اوكي. كريبر بيجي يفجر موارد الحين. اصبر. جمع عبادي لا تضيع. وين انزل. كمل نزول. ريدستون. ما ودي اغامر عشان ذا ريدستون. حركت نفسي بعد. بوبات علي انت. هذا اول واحد. تفجر فيني كريبر. ماشي توصيل مو بسريع. والله لا انا حظ اليوم. انا حظ اليوم. لا 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 مره قوي. ما احتاج تروح النذر. ايش رايك تعطيني ولا اروح النذر؟ والله خذ ما عندي. ثاني يا شيخ اسوي لك ولا اروح. ثالث امثيست. عيال والله العظيم. ايش فيه؟ اوه دي شيخ. كم مره كم صار لي العب ماينكرافت؟ كم صار لي انزل كيفنج ومدري وش؟ هذه اول مره اشوف ثلاث امثيست كيف واحد. نزلت كيف واحد الاقي ثلاث امثيست يا جماعه الخير. هذه اول مره تصير لي. هو اشتغل حظ معك صراحة. اشتغل حظ. هو مو بشتغل حظ بس لأني ضدك ترى بس. يعني كذي ضدي تكبر. هذا يقولك حظي عجاجة. هذا حظي عجاجة. أشوف شيء من بيت كنا دائما مو دائما. الله العظيم خلص الكيف خلاص. الحين نسيت وين رجع اللي جيت معه. أقسم بالله نسيت. أعوذ بالله بدأ الدليفري يصير سريع. قام يصرون لي فجر فيني ثاني. والله متاخرين راسلهم بدايه الاب. يا عمي جاء اقول كريبر فجر اغراضي. ايش تبي يعني؟ جاء هذه ارتداديه معكوسه جت عليك. ضيع الطريق. الله شوف جمعت يعني الدايموند على واي 50 صح؟ ايه 53 ذا الواي. لا هنا يعني ما اسمع ولا شيء. عيال ولا والله بطول صوت ماينكرافت. قصر صوت ال ما ودي اروح نذا صح يا جماعه الخير. ما ودي اروح. الامثس عوضني صراحه. احس ان الامثس عوضني وما ابي اخاطر اروح النذر. انا اقول لو بتوقف الحين ترى يمكن تفوز حتى لو كملت. بدرك شوف حظي. يا اطلع فوق. اطلع الواي 53 ذولي. هذا واي ما ادري كم بس نزلت كثير. اقسم بالله نزلت كثير. والله قاعد اضيع وقت. انا اسف اللي قاعد يشوف المقطع بس يعني شوف. ترى باقي 8 دقائق. ها؟ 8 دقائق. بسرعك يا وقت. والله مر وقت. والله سريع. تو تذكرت انظر الوقت. يلعب على الوتر حساس اخر دقيقه كذا نظامك. لا والله انت تذكرت لو انك معلمني اذكر كل وقت. ذكرتك كل شوي. ما احتاج تذكرني فايز. ما ندري يا اخي ما ندري. لاقي 70 امثيست 60 دايموند يقول ما ندري. الله وين الفاير وورك؟ بس وين الفاير وورك؟ تجيب هذا وين بترجع؟ لا 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 بس هدي وين بتروح؟ حلو وين رحت انا؟ والله شوف انا بديت اضيع راسي مصدع الحين. راسي مصدع. سلالك يمكن يفوزني جود. ما ندري يمكن معي شيء. والله جمع معي شيء دقني يمكن حبه ضبط وضعي. ريدستون تحت. ما ودي انزل عشان ريدستون.
الله صدق قمت الاقي اي شيء فجي اكسر يا عمي. ايش ذا ايش ذا؟ والله احس اني شطفت موارد، والله احس اني شطفت موارد من كثر اللوتي معي امثلة الاغراض. اخوي سكلتن قاعد ينتف وانا فوق، لو طيحني. وهذا مو بنت راسله متابعك راسلينه متابعين كم كم سعولي عمي. ايش ايمك هذا؟ ايش ايمك هذا؟ والله شوف الكيف، الكيف اللي عندي والله عززني، والله تعزيز قوي بشكل مو طبيعي. يا الله حبة جولد كذا فوق، حبة جولد طالع قاعد تبي بالاخر طلعت لك حبة جولد. بسم بالله العظيم حظي حظي سيء صراحة يعني. والله الله يجيب الخير. شوف انا احس اني بألقى في اخر لحظة مكان امثست حس، بس ما يستفيد منه ولا شيء. ما تدري يمكن تلاقي كله نامي كامل كذا، نمو كامل فول جروث وامورك طيبة. انت شلون لقيت؟ والله لا تسألني، والله لا تسألني سلوم، انا اول مرة اصلا ما اعرف كيف تلقيهم ذولي بالحظ. ممكن اعرف انك كيف تلقيهم، تروح الماي تطير فوق الماي كذا تلقيهم هناك وتنزل عليهم، اما بالكيف الله بالحظ. يا عمي انا بشتغل كيفي، بشتغل كيفي بشتغل شعبي. والله شكلي بشتغل شعبي، احس ان مجمع جولد كثير. والله يعني لا بغي يفجر لي حبه الدايموند. كم دايموند لقيت بالله؟ متابعيني شايفين اللي قدامي، شايفين اللي صار قدامي. يا رب يا رب يا رب يا رب، دايموند دايموند تكفون، دايموند دايموند حبه بس حبه. كسرت ستيم بلوك. اصداع انا ما ادري ايش، والله ما ادري وين اروح. الو الو بدري اقول لك، بدري اقول لك ايش صار. امثلست خامس عادي. لا مو بامثلست، لا مو بامثلست. دايموند دايموند قلها قلها عادي، ما هي زعلان يعني. طريقه هو بطريقه يعني والله انا ما توقعتها. اقسم بالله العظيم كميه الجولد قاعد القاها سالب 54، المفروض القى دايموند. طيب ترى جولد كويس، جمع جمع خيرا خيرا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هرمنا الله هرمنا. نمشي منين نمشي منين نمشي منين؟ يمكن القى دايموند. عيال خلاص خلص الكيف اللي عندي، باقي اربع دقائق استاذ سلم. ما ذكرك بس بس المفروض تعطيني خمس دقائق زياده عشان لما تستلكيت. الله يا ساتر. عمي لعبي مو بيركض، حتى هو يلعب معك. ايوه والله اني لقيت كميات جولد يا جماعه الخير. تكفى. لا 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 لا، بلقى دايما بلقى دايما. اصبر اصبر، كم باقي؟ باقي ثلاث دقائق و40 ثانيه. ثلاث دقائق واربعين ثانية يمدينا نلقى فيها دايموند؟ اعطيك الثواني بقى. يمدينا نلقى دايموند ولا لا؟ بسرعة. واحد اثنين ثا لا ثا، نمشي من ذا الجهة بسرعة بسرعة بسرعة. قاعد تشعب. يب يا ويلي. والله شوف ما لقيت الثمانية ريدستون ذي الاشياء، بس انه خلاص تعرف اللي كل مكان اروح له عبارة عن موبس، ما ابغى اقابلهم خلاص. والله مشيت كثير، والله مشيت كثير، والله مشيت كثير. انا في جولد خلنا اخذه. يا ويلي يا ويلي، ايش هذا الموارد اللي لقيت انا؟ دائما تكفون دائما. مو بضركم شيء يا اخي لو لقيت دائما تكفون. واحد اثنين ثلاثة. والله ما فيه، والله ما فيه يا اخي. ايش الحظ؟ الله يحظك يا سلوم. لازم نعطيه للي باذن الله يجي في النهائي ضد اي واحد. هذا ندري واحد يجي في النهائي، الله يرزق حظ سلوم. اقسم بالله الحظ سيء لدرجه. يا ساتر يا ساتر، باقي هذه الجهه ما رحنا معها. كم باقي؟ باقي الان دقيقتين 13 ثانيه. دقيقتين دقيقتين، والله قاعد اضيع وقت انا، والله اني قاعد اضيع وقت. حطنا ذي
رحت مع كل جهة حرفيا يا شباب. انا اسف في الطريق اللي يعني لازم نمشي مع هذا المكان، يعني نلقى اي شيء قدامنا نشيله. احس اني بلقى اشياء الحين سبحان الله. وش ذا المنطقة لو؟ ليش توني القاها؟ والله اني قايل لك ان حظي اقسم بالله. يا ساتر يا ساتر والله لقيت اشياء كثير. امثست والله لا روح اصبر امثست الحق باقي دقيقة ترى. اكسر بلوكه ولا وش اكسر انا؟ اكسر شو اسمه الاشواك، الاشواك الكاملة الكبيرة اكبر شيء تلقيها الفول جروث. هذه هذه فول، هذه مو فول. لا والله مو فول ذي. فول جروث انا ضيعت صدعت. اكسرهم كلهم مجين بدل عليك. بس مو البلوكات اهم شيء الشارد اللي طالعين من هذا. واحدة يقطعهم حظي. واحدة 10 نقاط بالجيب. ما له ما له حلو حلو. عمي والله اني عارف حظي اقسم بالله. زين على اخر لحظات. حلو والله. باقي 40 ثانية. شوف انا رحت مكان ثاني، المفروض اني ما اروح مكان ثاني بس انه ان شاء الله القى شيء. اعطونا دايما بالغلط تكفون على اخر ثانية عادي ما عندي مشكلة. ثمانية بشر بشر بشر. اوكي. هذه باقي 20 ثانية. طيب وين الدايموند يا اخي؟ ايش ذا؟ اظن خلاص انا بوقف تجميع. اظن خلاص بجمع الاخر الاخر. يا عمي ابغى ابغى الاغراض اللي هنا تو. تكفون. 5 4 3 2 1 ورن الجرس وخلص. انا كسرت بس ما اخذها. خليني اخذها. اوكي اخ والله شوف. اوكي يا جماعه الخير صراحة ما توقع الفوز. عن نفسي هذا افضل اداء اسويه في الالعاب الكامل قد لعبته في حياتي، لانه جاني كيف هل احلم فيه صراحة. انا ما ادري بشوف النقاط كيف راح يطلع معنا بعدين يا جماعة الخير، ولكن حاليا اللي نسويه نرجع لسبون نحسب نحسب الحسابات نشوف كم النقاط ونرجع لكم عشان نشوف النتيجة بيني وبين سلوم. جاهز سلوم؟ خلاص والله شوف انا اصبر خلني اشوف في دايموند اقهر نفسي بس اصبر. لا تقهر نفسك نصيحة اطلع نصيحة اطلع. والله انه في دايموند والله والله انه في دايموند. يا ساتر. ايه بس غيرت التفت يسار بس التفت يسار بس التفت يسار. على حظك للاسف ثاني للاسف ما 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 كان والله كذا شميت ريحه دايموند. ليش توني اشم؟ متذكر شكلك كنت كبرت شوي. والله قاسم تعبان يعني بس عاد. يلا يلا يا جماعه خلينا نرجع لسبون ونرجع لكم باذن الله. انا جاهز. هل انت جاهز؟ تستاهل فوز. لا والله ما 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 ندري ما ندري. كم جمع كل الامثست اللي في السيرفر. لا شوف شوف الحين بتشوف يمكن كنت كنت ما ادري يمكن النقاط متقاربه يا شيخ كنت فايز علي بشيء. جاهز انت استاذ بسلوم؟ الاخ سلمان خسران الله يسعدك. بسم الله. كم كم سؤال كم كم خانه كم رقم يعني؟ اوه فيها كم خانه يعني وصل 4 الولد. اوكي لا 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 انت بس قل لي. والله اني اعرفك. ثلاثة ولا اربعة؟ ثلاثة يعني. انا ثلاثة انا ثلاثة بعد نفس الشيء تخيل. والله اني ثلاثة. شوف لو صار الفوز فرق اقل من 100 بصيح. لاني راح تشعبي بصيح بصيح بنفجر. يلا واحد اثنين ثلاثة ثلاثة. اوه كل اربع ارقام يا اخي. ثلاث ارقام يا كل اربع ارقام بس. شوف ترى شوف ركز ركز ترى فرق لا تقول فرق كثير 200 شوف ايش كاتب فوقه بس بس انا بسالها عليك. تي 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 خليني اشوف اغراضك اسمع. شوف شوف الدام ثمانية شوف ثمانية. اقول لك في وحده في 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 مكان من الامثست كان مو نامي كان كذا صغير امثست صغير رحت شويتين سويت كذا ورجعت لقيته كبير وانا قش معي. انا سبحان الله لقيت على اخر دقيقه ما ادري دقيقتين يعني مستحيل اني انتظره يعني. والله جيجي صراحه. بس شوف الكوبر كيف خلاني ارقى فوق. ايه قول الكوبر
كويس انا ما جمعت كبر كثير فعليا. شوف عندي كم حبه والله الكول اللي مستت منه يعني 71 بس. انا اللي عندي الرقاني صراحه شيئين، الايرون والجولد. لا والله اني اشوف الاميثست، الاميثست حاله كم رقاك؟ رقاك 70 اوكي، في 70 الدايموند انا الاقي 13 يعني 100 زياده يا ساتر. 180 هذه من شيئين وتبقى فايز يعني حتى لو 180 تدري يعني الفرق حول 230 231 بالضبط. شوف اول مره، اول مره اوصل لهذا انا الحين وصلت تقريبا نصف النهائي يعني حاليا بلعب مع الذياب اوكي. اذا فزت على الذياب راح العب مع يا اوسمز يا لافا، هذول الاثنين معرقين اصلا. الذياب لحاله معرق يمكن اخسر من ذياب والله صادق يعني. انا الحمد لله الحين مرتاح البال يعني ما مقابل ذياب تلعب بدالي ضغوطات والله. اتخيل الحين ذياب يخسر وهو قاعد ينتظركم طول الوقت احس بينغبن. شوف شوف انا اقول تبغى تفوز راح لنفس المنطقه اللي عند فارس. ذيك والله رهيبه. سو نفس الحركه اللي سويتها معي انك تنتظر امثس وترجع له. والله فكره ترى يا جماعه خير، والله فكره اني صراحه انا حاولت ارجع للقبل بس اني ما كنت قاعد اسوي كيفنج عندهم فكانوا صغار، ظلوا صغار ما اكبر. انا لقيت على اخر دقيقه يا رجال لقيت الدنيا بس سبحان الله شعبي حاسني حوس فكره لا تسويها ابد. تبغى تفوز لا تسوي تشعبي ابدا. يلا ما قصرت يعطيك العافيه. صراحه فوز مستحق بحظ يعني ما اروح ضدي اكيد بيصير محظوظ. ما خليها دعوه، اذا حد جاء ضدي ببدع عذاب قول الله يرزق حظ سلمه هو من ذا العين الخضر اللي في يدك يا رجال. ها سيدي دي بخليها معي يجمع مع لوت شكله. يلا جي 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 يلا جي جي ما قصرت وبتوفيق ضد الشباب. طيب تعال نحطين الاغراض جوا. ايه مالك خلينا نحطهم شيل الاغراض ذول كلهم. وي 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 شكلك زرفت اغراضي انت كلهم واحد حطهم هنا بالاخير. ضامن الفوز ها؟ ان شاء الله فوز يا رب. والله فزت اوه ماي جاد تخيل فوز بلعبه الكيفنج. يو يا كثر الموارد اللي تجيني والله. بس ناظر ناظر بس ناظر بس ناظر ناظر بس ناظر ولا هذا انت انت واندد. ايه لقينا دايموند 28 دايموند يا ظالمين. انا لقيت دايموند اكثر منه بعد يا ظالم كثير والله. لا والله الظاهر اظن الراوند اظن الراوند حقك انت انت واند. شوف اكثر شيء لقيته دايموند فيه. شوف الاميثست هنا يا ساتر عند عادل. عادل ابو 25 اطل 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 اللي يسكر الايام دول. شوف ايش جاي شوف 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 الله يسكر يقالي بجمع احتريها تطلع. قاعد تناظر فيها اقول تطلعين ولا لا كسر كذا تعجيبي تعال نستفيد منك قهرتني والله. يلا توفيق للمستقبل القريب. شوف اسمك ان شاء الله. توقعاتك فوز ضد ذياب ولا ما راح افوز؟ والله شوف ذياب معرق بس ما قد شفته يلعب كيفنج صراحه يعني ما ادري كيف نظامه. حلو معرق ذياب بس ما قد شفته والموارد وما ادري وش معرق بس ما قد فاز في لعبه الكيفنج. انا اقول سوي الاستراتيجيه حقتك ضدي صدقني الفوز. وخلي التوتم ذا في يدك ها خليه يجمع معي. أبد موجود معي يا شيخ بروح أغير. أنا أحس إنه قاعد يبعد الموبز عنك. إيش قاعد تسوي؟ بسم الله جو 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 ما يبعد شيء ما يبعد شيء. شوف شوف ناديت الموبز بس. يلا بالتوفيق وإن شاء الله إن عجبكم المقطع اللي قاعد تسوي مقطع من عبادي ولا من عندي وإن شاء الله استمتعتوا. نشوفكم على خير في أمان الله. سلام يا مالك.